دي النقطة المهمة جدا. لكن ايه مدى مسؤولية بيتسو موسيماني الكابتن رفيق صيفي الجزائري على القناة الناقلة للبطولة؟ نشوف رأيه في ليه الأهلي تعادل. عندما تلعب المهاجمين وتصنع تقريبا كم الفرص في نقول لك الشوط الاول تقريبا 4 أو 5 فرص، الشوط الثاني 4 أو 5 فرص، سانحة للتسجيل عندما لا تسجل مؤكدة ليس يعني. المدرب مؤكدة. ليس المدرب عندما لا تسجل بواليا تركيز صحيح في بعض الاحيان. اليوم الجماهير تلعب بدون جماهير، يعني ما فيش ضغط عليك ولا خاصه الامام، يعني المشكله عند اللاعبين اليوم اللي كان ناقص. شوف الاحصائيات بالنسبه لفيتا كلوب، ثلث فرص سانحة للتسجيل، ثلث فرص هدف ضربة جزاء وضيع هدف، يعني نفس اللاعب اللي سجل الهدف هو اللي ضيع الهدف. لا لا ليليبو بالنسبه لفيتا كلوب. وبالنسبه للاهلي كم الفرصه؟ 20 فرصه. انا بقول لك 15 فرصه اليوم. هدف النهارده هذا راجع للمهاجمين. طيب يعني انتم تتفقوا ان المشكله لاعبين، مشكله لعيبه يا احمد. السيطره لا تليف صحيح، نسبه الاستحواذ 68 32، سيطر في كل على كل انحاء المباراه، سيطر في الاستحواذ، سيطر في الفرص، سيطر في صناعه اللعب، في كل شيء سيطر. النقطه الوحيده اللي ما سيطرش فيها لم يعني لم يترجم الفرص الكثيره التي اتيحت له، لم يترجمها بالاهداف. كان ممكن اليوم المباراه تكون 6-2. كلام بيؤكد على كل الكلام. بيقول لك كان تخلص 6-0 بالراحه. هو المدرب بتاع فيتا قال كده، كنا نخسر 5 أو 6 يعني. هي بس تعالوا لنا بقى، يعني هو كمل ايه بس تعالوا لنا بقى في ظروف. وهي الحقيقه حتى الناس وهي بتتكلم، شفت الكابتن وائل جمعه وهو بيتكلم على ضياع الفرص. يا جماعه حاجه زي كده ملهاش سبب واحد. هو بيقول في احمد فؤاد بيقول له لا الخبره لا الرعونه، هي هو مفيش سبب واحد. طبعا تجمعت الاسباب، في سبب هتلاقيه باستمرار، مثلا في خطأ في التصرف، في خطأ في القرار وتوقيت القرار، في خطأ في قلة خبرة، في خطأ في حتة أنانية شوية، يعني لكل فرصة ضاعت سبب. وفي ناس عملت اللي عليها والكرة طاشت ما توعتش. لكن في النهاية اعقلها وتوكل. لازم نبقى مدركين إن في أخطاء أدت إلى ضياع كل هذه الفرص. تعرف زي سواقة العربية، سواقين كتير شاطرين ومركب معاهم، يعني حاسس ان الطريق جميل، كل يوم متحكم قوي. قلت له طب وماذا عن اخطاء الاخرين؟ اخر بقى هتعمل ايه؟ واحد غشيم جنبك او بيتخض، او واحده ست ما لاي سبب بتتخض، هتعمل لها كده هتروح داخله فيك. مش شطارتك بس اللي بتحكم بالظبط. فضيع كل هذه الفرص، لا المدرب عمل اللي عليه. ده اللي قاله رفيق صيفي.